وهو الحكم ديال الكاف بخصوص مستقبل المنتخبات الوطنيه ومشاركتها في الاستحقاقات القاريه المقبله. تبع المحاوله برزوق، حمزه برزوق يضع الكره في الشباك في الجهه اليمنى. عبد الله حفيظ يخلع الكره يمرر التمريره، ما كاينش هناك تسلل وراء المدافع اللي هو إنيفول كوامي. كيتمكن حمزه برزوق انه يسترجع الذكريات ديالو. يعني حمزه برزوق مشى، يعني هناك عرقله ديال المهاجم، ينتظر صفير الحكم. الحفيظي 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 جاء اللي انتقلت باعداد كبيره هنا بملعب 18 نوال بير. إسن جواد إسن، يعني شنو غادي يعمل؟ كيمرر عند عبد الاله حفيظي، محاوله فائده فريق الرجاء البيضاوي. كريستيان اوساغونا اوساغ ديال تحضير الكره من عبد الاله حفيظي، كانت طريقه جميله. وبالتالي لاحظوا جواد إسن، يعني تمريره وعبد الاله حفيظي كيوضع الكره، يعني اوساغونا.